انطلاقا من الاتفاق المصري الإماراتي الأردني في الرؤى حول تحقيق التنمية المستدامة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يشارك رئيس وزراء الأردن ووزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الصناعة التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء في كلمته أن المبادرة تدفع الدول الثلاث إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافها المنشودة. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر حققت بالرغم من تداعيات أزمة كورونا نموا في قطاع الصادرات غير النفطية بالغ أكثر من 20% عن العام الماضي، ولأن مصر تسعى دوما إلى جذب مزيد من الاستثمارات على أرضها. أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أقرت مجموعة من القرارات تعمل على تسريع وتيرة كافة المشروعات التنموية والصناعية. من جانبه أشاد رئيس الوزراء الأردني بما اتخذته مصر خلال الفترة الماضية من خطوات لتقوية القطاع الصناعي. الشراكة المصرية الأردنية الإماراتية ستعمل على زيادة حجم الاستثمارات فيما بينهم مع تشجيع المنتج المحلي بالأسواق العربية المختلفة، تأكيدات جاءت في كلمة وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي. وبعشرة مليار دولار خصصتها كبداية الشركة القابضة الإماراتية لصندوق استثمار بهدف الشراكة مع مصر والأردن. تنطلق الشراكة الصناعية التي أرادتها حكومات الدول الثلاث لشعوبها.